السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. بعد شهر الفضيل، بعد شهر رمضان المبارك، نقول لكم كل عام وانتم بالف الف خير، وعاد الله عليكم باليمن والبركات، وتقبل الله صيامكم واعمالكم في هذا الشهر الفضيل. عندنا وبرنامج بخدمتكم الاسبوعي كل سبت في الساعه 9 مساء. اليوم كان عندنا شيء بسيط لوجستي فتأخرنا عن الحلقة، فإن شاء الله حنقلكم من الآن إلى الساعة 10:45 إن شاء الله لننجز حلقة اليوم، وهي حلقة مميزة بكل تأكيد مع ضيف مميز. حلقتنا اليوم تتحدث عن حكومة الخدمات. أعلنت حكومة الأخ شيع السوداني عن عام الإنجازات عام 2024، وكذلك منذ انطلاقة وتسنم رئاسة الوزراء أعلن عن هذه الحكومة هي حكومة خدمة، أن تقدم الخدمات للشعب العراقي منذ 20 سنة، ممكن يفتقر لهكذا كم كبير من الخدمات. الهدف الأساسي هو أن يخدم المناطق المحرومة اللي ما وصلت الخدمة عقب حكومات متعاقبة، وكان أسبابها أيضا معروفة، هي القاعدة وداعش والحروب والطائفية. مرت سنين على حكومات العراق، وإحنا نام مو بدورنا أن نبرر ممكن فشل هنا وهناك، لكن بشكل عام هذه النتائج اللي توصلها العراق بعد 2003. اليوم راح أتحدث عن بعض التفاصيل، إن أسهبنا بالموضوع أن نوجز هكذا مشاريع متقدمة في ظرف نصف ساعة، وأعتقد تحتاج لحلقات كبيرة. معنا اليوم ضيف حلقتنا الأستاذ عدنان العربي، نائب فريق التواصل الحكومي الإلكتروني أو الإلكتروني الحكومي. أسألكم شنو هذا الفريق؟ شنو التواصل الإلكتروني؟ يعني الواتساب وكذا، وهاي يعني على الفيسبوك، يعني هاي التساؤلات أكيد يمكن أنا هماتي ما أعرف شنو معنى الفريق. واجبنا كإعلام وسلطة رادعة أن نظهر أعمال هذا الفريق، أن الناس تعرف شنو عملهم بالضبط، شنو مدى صلاحياتهم، قدموا من إنجازات من بداية العمل إلى الآن، وهكذا أسئلة. نرحب أجمل ترحيب لأستاذ عدنان العربي، شكرا جزيلا لحضورك. أهلا وسهلا، الله يراكم وناسف على التأخير. لا عفوا، بالخدمة إن شاء الله. كل تأكيد يعني المعلومات اللي راح توجزها لنا راح تكون إن شاء الله، نتمنى تكون وافية، لكن رغم الوقت القصير نحاول قدر الإمكان نختصر إن شاء الله. أستاذ عدنان، خلينا نتعرف على عملكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بألف خير، الشعب العراقي بألف خير، وأحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. اليوم نحن كفريق تواصل إلكتروني حكومي تشكل هذا الفريق في بداية يعني تقريبا تشكيل الحكومة العراقية، حكومة السيد محمد الشيع السوداني، ووجدنا هنالك حقيقة حلقة مفقودة بين المواطن والمسؤول. صح. فبالتالي أخذنا على عاتقنا أنا والأخ أستاذ عمار رئيس الفريق بتشكيل يعني فريق تواصل إلكتروني حكومي. كان بالبداية يعني انطلقنا كتجربة أولى في البداية، والحمد لله حققنا نتائج طيبة بها. بعد ذلك تم تشكيل هذا الفريق بأمر ديواني، واللي هو واحد حكومة، هذه المجموعة أخذت على عاتقها أخذ المناشدات. وعندما أقول مناشدات لا نعني فقط المناشدات الخاصة بالمواطنين، هناك مناشدات عامة، هناك مناشدات يعني أمور معطلة، كأن تكون بين محافظة ووزارة، بين جهة وجهة قطاعية أخرى، وكذلك بالنسبة للمواطنين يعني بعض أصحاب الاحتياجات الخاصة، بعض يعني أصحاب يعني المتعففين الذين لم تصلهم الرعاية، بالتالي نصلها إلى المسؤول مباشرة ويصير بها إجراء سريع. ممتاز. وهذا ذلل العقبات أمام المواطنين، والحمد لله. بعد ذلك ارتئينا أن يعني نوسع عمل هذا الفريق، ف يعني جلسنا كثيرا لإعداد خطة كاملة متكاملة وإشراك بعض القطاعات الحكومية في هذا الفريق، والحمد لله تم تشكيله بأمر دولة رئيس الوزراء،
وسمي بفريق التواصل الإلكتروني الحكومي. يعني عفوا سعدان، يعني هل بالإمكان هذا الفريق قادر على إيصال كل الإشكاليات؟ تعرف الشعب العراقي يعني 42 مليون نسمة، نقول اللي عندهم مشاكل، إذا قلنا 10 مليون هم ما في مشاكل. لا هو أنا أشوف يعني بالتأكيد اليوم ماكو إنسان ما عنده مشكلة وما عنده مطلب ما عنده حاجة، بس بالتأكيد إحنا عندنا يعني قائمة أو لائحة نمشي عليها. هنالك أمور يعني إحنا ما نستجيب لها وما تدخل ضمن أولوياتنا. الشخص يريد نقل من مكان إلى مكان، واحد يريد درجات ينجح، واحد مطالبات الناس هواي، لكن لا أكو على سبيل المثال أكو أمور يعني جادة، مثل شخص متعفف ومحتاج إلى عملية. وزارة الصحة مشكورة، والهلال الأحمر، هيئة الهلال الأحمر هم مشكورين كذلك مساهمين في هذا الموضوع. احنا ذهبنا وشكلنا فريق سميناه بين أهلنا. هذا الفريق مكون من تقريبا 10 وزارات مع هيئة الهلال الأحمر. هذا الفريق أخذ على عاتقه لحد الآن زار أكثر من 52 منطقة في بغداد، وقرابة أكثر من 7 محافظات لحد الآن زار. شنو عمل هذا الفريق؟ يذهب ويمسح، يعمل مسح ميداني. هذا المسح الميداني طبعا من عند وزارة النفط، جزاهم الله خير، ساهم مساهمة فعالة، وزارة العمل، وزارة الصحة، هلال الأحمر، وزارة التجارة مشكورة، وزارة الصناعة كذلك، وبعض الجهات التي غائبة عني تساهم. هذه تطلع بالأسبوع الواحد يومين أو 3 أيام بعد الظهر لتعمل مسح لهذه المدينة، تنتقل في أكثر من منطقة. يعني اللي مثلا المتعفف بحاجة إلى سقف، جزاهم الله خير وزارة النفط تتبرع به. أما ما يخص المعالجات والأمراض وما شابه ذلك فهنالك مستشفيات متنقلة، إضافة إلى 4 إسعافات ترافق الفريق، وفريق ضخم طبعا جدا، وتأخذ التوصيات والعلاجات فورية. بعض العلاجات يعني تكون آنية وبعضها لا، تحتاج إلى عملية وإرسال. تقريبا تم إجراء أكثر من 2000 عملية لحد الآن في بغداد للناس المتعففين. إضافة إلى ذلك بعض العوائل اللي هم ما عندهم قدرة وما وصلوا إلى موضوع وزارة العمل، تم شمولهم من خلال فريق وزارة العمل اللي هو مع الفريق أصلا، يعني الجهة موجودة مع الفريق وكشف هذه العوائل. وكذلك وزارة الكهرباء مشكورة تكون معانا في هذا الفريق للكشف على بعض الاحتياجات الخاصة. كان يكون هذا فريق بين أن هو تكميلي للخدمة اللي عملهم ميدان. أحسنتم. والحمد لله مستمرين. آخر يعني زيارة كانت قبل العيد، كانوا في محافظة ديالى، والحمد لله كانت نتائج طيبة جدا. وبعد ما يأتي هذا الفريق طبعا ينقل كل المناشدات إلى بغداد، إلى بغداد معذرتها، والأخذ بنظر يعني غربلتها ووضعها في سياقاتها، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحلت العفو هذه. يعني هو فريق فقط مشكل في بغداد لو كل محافظة؟ لا بالتأكيد، بالتأكيد احنا يعني هذا الفريق ليس لبغداد فقط. على سبيل المثال اي محافظة نذهب إليها، وكانت هي اول محافظات اعتقد كانت محافظة السماوة ومحافظة الديوانية ومحافظة بابل، وبعد ذلك الناصرية ومحافظة ميسان ومحافظة البصرة ومحافظة نينوى وكذلك محافظة ديالى، ومستمرين ان شاء الله. عندما نذهب إلى هذا الفريق نلتقي بسيد المحافظ ونلتقي بالكادر المتقدم للمحافظة، الحكومة المحلية في هذه المحافظة، ونشكل فريق مشابه لهذا الفريق يرتبط بهذا الفريق، يكون ثابت في المحافظة، يكون ثابت في المحافظة، وهذا ينقل ما مطلوب يعني متابعته. إذا كانت هنالك إجراءات قادر على السيد المحافظ أو الأخوة في الحكومة المحلية حلتها فهم يحلوها. أحسنت. ما يستعصي عليهم أو يرحل إلى بغداد، يرحل إلى بغداد، وبالتالي إحنا ننظر. جيد، شكلت يعني كل محافظات لو بعد. هذه المحافظات اللي عددتها. بعد إن شاء الله نكمل باقي المحافظات بالأيام القادمة إن شاء الله، أدعونا. أحسنت إن شاء الله. هي المهمة طبعاً بالحديث سهلة، لكن بالتنفيذ شوية. خاصة في الميدان. في الميدان نعم، تعرف الناس ما تعرف صاحب الحاجة أعمى. يعني من مثلاً يجي فرض طلب مو موافق للشروط مثلاً. يعني يجيك انا اريد اتعين، هو لا عنده شهاده لا عنده كذا لا عنده عمره فوق السن القانوني، اريد اتعين. هسه تحول على الخدمه الاتحادي بعد انه بالتعيينات. بالتاكيد، فهي يعني بعض الصعوبات اللي احنا نواجهها. صحيح يحز من داخلنا، بس شو نسوي يعني
مو بايدينا. انتم مخلين في نصوص معينه او اشارات معينه لاختصاصكم احسنت الضوابط. ضوابط موجوده بالتاكيد، قلت لك احنا كل ما يهم اذا كانت المناشده عامه هذه جيده جدا ونهتم بها اهتمام كبير جدا، يعني يكون هنالك قطع لماء في منطقه لمده كذا، يصير جزاهم الله خير الاخوه في امانه بغداد ومحافظه بغداد متعاونين جدا يذهبون على الفور على الفور. يعني قبل فتره كان اكو انقطاع في احد المناطق، عندما تواصلت ويا الاخوه مدير ماء بغداد، ويعني في الليل الساعه 12 بالليل هم موجودين في نفس المكان. فالحمد لله والشكر اكو استجابه سريعه، وهذا يخلق ثقه لدى المواطن ان الحكومه مهتمه. بس مجرد انه توصل، احنا يعني من خلال يعني شاشتكم الكريمه وقناتكم المباركه ندعو المواطن. تعرف اليوم العراق يحتاج الى بناء، والبناء قومت تعاونت ما ذلت، يحتاج تكاتف. يعني اليوم موضوع النظافه يحتاج الناس تهتم به، موضوع تعليم الاطفال على السلوكيات الصحيحه يحتاج الناس والاهالي الاهتمام به، موضوع يعني ثقافه الركوب بالعجلات يحتاج الثقافه الماليه والبطاقات الالكترونيه يحتاج الناس تهتم به وهي تطلب من صاحب الماركت او غيره، وكثير من الامور كذلك. لدينا بعض اذا ما تحدثنا عن نشاطات لم نقف فقط في حمله بين اهلنا، هنالك بعد هذه الحمله اطلقنا حمله مدرستي اجمل. مدرستي اجمل اعتقد كانت هي في بدايه المدارس، قبل بدايه المدارس. لا انطلقت تقريبا قبل نصف السنه، لان صار اكو دراسات عليها. تعرف احنا كل حمله نطلقها لازم نسوي عليها دراسات، نعرضها على ساده مستشارين وبعض الامور، بعدين نعرضها على دوله رئيس الوزراء لاخذ الموافقه. من تصير عندنا الموافقه الاصوليه وتنكتب الضوابط واللوائح مالتها والامور اللي تحدد هذه ننطلق بها. فالحمد لله انطلقنا. كانت الفكره بدايه انه راينا هنالك هياكل حديديه كثيره متراكمه في المدارس بصراحه. وهذه الهياكل الحديديه اشتكوا المدراء المدارس انه تسبب بعض يعني الاضرار حتى يتعورون الطلاب بها. فاخذنا مقعدين، تعرف كل الاطفال مرحلة الابتدائيه وشوي العمر اللي اكبر. شفنا الحديد ما بيه شيء، عدنا تدويره يعني صبغناه من جديد، خلينا الواح خشبيه مثل هذا الميز اللي انت قاعد عليه جديده وبراغي، ورجعناه للمدرسه رجع جديد بقيمه 20,000 دينار. بينما كانت لا، كانت الرحله تصنع باكثر من 60,000 دينار في السابق. فالحمد لله اخذنا موافقه دوله رئيس الوزراء وانطلقنا بتجهيز الاف الرحلات لهذه الموضوع. عندما وضعنا الرحله في صف دراسي وجدنا الصف الدراسي حقيقه غير ملائم، يعني رحله جديده وصف قديم متهالك رطوبه وتشققات وزجاج مكسور وكهربائيات يعني تعبانه. فاخذنا صف نموذج، عملنا على اعاده تاهيله بالكامل. انا ادري بك هاي السؤال تتونس عليه. فاخذنا اعاده تاهيله بالكامل وقلنا اصرفه، يعني ايدك مفتوحه. عادوا الزجاج من جديد، صبغ الباب بالبويه، تعرف انت والشبابيك، ستائر جديده، صبغ بلاستيك 120، كهربائيات تري مثل هاي اللي موجوده عندك هنا، يعني حتى تكون بداخل الكابلات ما عاد ماكو ظاهريه، اربع شمعات ليد، يعني صف جديد من سله النفايات وانت صاعد. كلف مع العمل مع العماله يعني مع الجهد البشري كلف 200,000 دينار. الصف الواحد. الصف الواحد. فبدانا بصراحه شرعنا. لو تعطي مستثمر او هسه بغض النظر احنا حتى تقارن احنا مرات نضع الامور في نصابها والعاقل خل يفهم. فذهبنا الى المعامل، لدينا 6 معامل موجوده في مديريات تربيه بغداد، رصافه اولى ثانيه ثالثه، وكذلك كرخ اولى ثانيه ثالثه، وجدنا المعامل متوقفه حقيقه وتعمل بجزئيه بسيطه لعدم توفر المواد. إيه فوفرنا المواد، جزاهم الله خير الأخوة المتبرعين، وهذه كلها تبرع. إي والله هذا يعني مصرف آشور جزاهم الله خير، حمورابي معذرة، مصرف حمورابي جزاه الله خير، والأخوة في رابطة المصارف جزاهم الله خير، والأخ مدير غرفة تجارة بغداد جزاهم الله خير، دول المتبرعون تبرعون مبالغ بسيطة طبعا
وأنجزنا خلال الفترة الماضية يعني من العطلة المدرسية إلى قبل العيد تقريبا أكثر من 32 مدرسة بالكامل هي وصحياتها. يعني المدرسة هي ومقاعدها الدراسية ما تتجاوز مرات 4 مليون، مرات 5 مليون، مرات 6 مليون هي ومقاعدها الدراسية بالكامل. فحقيقة أنا بعض الإخوان يقولوا لي هذا إعجاز، قلت لهم لا والله مو إعجاز. عندما أسأل الفرق اللي تشتغل، عندنا فرق تقريبا أكثر من 12 فريق شكلنا، مو متطوعين، هذولي عمالة يشتغلون. يعني أنا سألت واحد من الفرق قلت له أنت البردات هاي ايش قد تكلفك؟ قال والله هذه نوع إسباني المتر بألف وربع. قلت له والخياط وهاي؟ قال لا والله النساء اللي قاعدات بالبيوت جايطين يخيطن بفلوس ويستفيدن. المواطن يشتغل، الشباب صدقني إذا سخرته مع الربح، مع الربح بل صحيح صحيح، مو أرباح فاحشة يعني مو مليارات وملايين، بس هو يربح. وأستاذ حازم هذه المدرسة طبعا احنا يعني متضايقين بالدوام، لأن انت ما تقدر تطلع الطلاب عندهم دوام. صحيح. فنستأذن من المدير يوم الخميس يدخلون الكادر ويسلموهم إياه يوم السبت بالليل، يوم الأحد يداوم الطالب مدرسة جديدة. مع حتى لا أنسى الأخوة في الوعي البلدي لأمانة بغداد مشكورين، يدخلون ويانا ويعيدون تأهيل الحدائق بالكامل تعود جديدة. ممتاز. هاي التجربة راح تستمرون بها؟ نعم مستمرين بها، جزاهم الله خير الأخ السيد معالي وزير النفط مشكورا خصص لنا مبلغ كبير جدا، وكذلك السيد محافظ البنك المركزي خصص لنا مبلغ كبير جدا. إن شاء الله هذه الأيام القادمة بالتعاون مع الأخوة مدراء تربيات العشرين في العراق نشمل 1500 مدرسة. ممتاز. في كل محافظات العراق. كل محافظات نعم. العراقية. ما تبدو ما تشرعون إلى بناء؟ البناء موجود، أكو شركات ممكن. لا البناء أولا يعني حكومة الإنجاز، وهذه الحكومة تقريبا أكثر من 1700 مدرسة هي بالقرض الصيني الآن اكتملت من عندها كثير. 1700 تقريبا في كل المحافظات العراقية. بناء من الأساس يعني؟ نعم القرض الصيني، مدارس جديدة وحديثة، وبدأت تستلم يعني وزارة التربية بدأت تستلم هذه المدارس، ومدارس كبيرة جدا وضخمة جدا تنسجم مع عدد طلابنا. تعرف اليوم استاذ حازم احنا عندنا قرابه 13 مليون طالب بالعراق، وهذا عدد كبير جدا. كل دوام ثلاثي، دوام ثلاثي، وهذا الدوام الثلاثي يعني مشكله. احنا اللي يعني بدورنا اللي نقدر نسويه عندما نسال الطلبه ونشوفهم فرحانين بالنظافه، الصحيات نظيفه، الحدائق جميله. بعض المدارس دخلنا لها يعني ما تصلح تكون مدرسة، ما أقدر أقول أكثر من هذا التعبير يعني. صحيح. بس الحمد لله تم إعادة تأهيلها وتسليمها إلى يعني عام الإجازات عام 2024 راح أشوف أكو إنجاز كبير للمدارس يعني ممكن سنة بالتأكيد قادمة. هو حقيقة يعني دولة رئيس الوزراء من أولوياته الصحة والتعليم، وهذا ما نعمل عليه إحنا، وما توقفنا عن ذلك. بالعكس الحمد لله عملنا هنالك مبادرات أخرى اللي هي شمول تقريبا كوجبة أولى بالتعاون مع الأخوة شركة تعليم تابعة لإيرث لينك 200 مدرسة لربط الأنترنت. تعرف اليوم الطالب بحاجة إلى تعليم يعني إلكتروني، وهذا مهم جدا لوسائل الإيضاح اللي موجودة. ومشكورين الأخوة طبعا بتوجيهات دولة رئيس الوزراء، هيئة الإعلام والاتصالات وعدتنا وستوفر يعني توفر قريبا 1000 صبورة ذكية لتوزع على المدارس، وهذا جاري العمل به. والحمد لله بادرنا بدراسة مكثفة وكبيرة جدا مع الأخوة البنك المركزي والمصارف والشركات لشمول طلبة العراق ببطاقة الدفع الإلكتروني. ممتاز. حصلنا على موافقة دولة رئيس الوزراء بأمر ديواني، وشملنا بالوجبة الأولى 12 مدرسة، وانطلقت الحملة قبل شهر رمضان، والحمد لله حققنا نتائج طيبة ب يعني تخصيص بطاقة دفع إلكتروني للطلبة للاستخدام في الحانوت في كثير المشتريات. فقط هاي مال المدارس كذا، بس هي ممكن تروح للسوبر ماركت. السوبر ماركت، وهذه مربوطة ببطاقة رقم هاتف ولي الأمر، سواء كان الأب أو غير الأب، هو يوقع عليها. جميل.
الاستمارة ويخلي رقم تليفونه، يعني أي مصروفات تروح رسالة لمن؟ لولي الأمر، وبالتالي حتى مقيدة ومقننة ممكن أنه يحجم الصرفيات مالتها، وممكن يخليها يصرف من الصراف الآلي أو ما يصرف من الصراف الآلي، وممكن يخلي المبلغ اللي يصرفه ابنه مقداره مثلا 3000 5000 1000 دينار هو يتحكم به، وبالتالي هو هم قادر على تعبئة هذا الكرت. تعبئة هذا الكرت في بعض الأحيان صارت تساؤلات كثيرة أنه الأب هو مو موظف، شلون ممكن يساعد الإدارة؟ ممكن أي صراف آلي هسه احنا عندنا اللي مو موظفين أو متقاعدين أو ما شابه ذلك، وين يروح منين يستلم راتب؟ مكاتب، مكاتب كذلك يعبي له مثلا 50000 دينار 30000 دينار وكذلك. صرفني شلون مثلا؟ أنا أروح أبو الحانوت عنده يعني جهاز؟ نعم، أبو الحوانيت وفرت الشركات أجهزة البي أو إس مجانا مع التدريب. حلو. والتحفيز، تعرف الطلبة يحتاج لهم إلى تحفيز بعض السلع نبيعها أقل كلفة، يعني طلبنا من الشركات إنه يسوون يعني ديسكاونت تخفيض شوية حتى الطلبة يصير لهم واهز بالشراء. حلو. تعرف دكتور هذه ثقافة. وإذا ما بدينا ثقافة من الطفل صعب كبار السن صعب. مثل تعلم اللغة. أحسن. الحمد لله. جيد، أنا اللي أدري عندكم 3380 مشروع. هذا رقم صراحه هسه اقول لك احنا نعرف عملكم، مستوى عملكم وجهد الحكومه، بس يقول لك حدث العقل بما يعقل. نعم. شنو مشروع 3380 مشروع؟ نعم. هذا رقم كبير بصراحه. نعم. هل الحكومه قادره على انجاز هذه المشاريع؟ يعني اشوف رقم ام على ورق؟ نعم دكتور، اولا العراق بلد خيرات، إذ ما أتينا على الموارد البشرية فيمكن إحنا أكثر نفوس بالمنطقة من باقي الدول العربية، ومعرف العقل العراقي. صحيح. واحد. اثنين، العقول العراقية الآن تدرس بأكبر الجامعات اللي موجودة في دول العالم، يعني عندنا عقول ما شاء الله عليه. ثلاثة، الجغرافيا مالتنا جغرافيا يمكن هي من أفضل ما خلق الله على الأرض. والله صحيح. أربعة، يعني مساحات الاستثمار اللي ممكن تصير عندنا مساحات كبيرة جدا، الأموال متوفرة والحمد لله، وكل هالمعطيات ما مستثمرة. هذه الحكومة تراهن على الوقت فقط، الوقت بيد الله ولا نستطيع. لذلك رغم ذلك دولة رئيس الوزراء أشار وأكد على كل الشركات والعاملين أن يكون هنالك دوام ثلاثي للتنفيذ، وانت شاهدت جسر كليه فنون جميله وقرطبه صح. هذا الجسر اللي هسه انا جيت عبارت عليه ما شاء الله، يعني من حيث الجمال والارتفاع وسرعه الانجاز. سرعه الانجاز 200 يوم ممتاز ممتاز فعلا. سمي هذا العام عام الانجازات حقيقه. هذا اللي رقم اللي ذكرته هو موجوده احصائيه دقيقه عندنا. احنا من اجينا لقينا بعض المشاريع، لكن بعض المشاريع هي واقفه الى مراحل محددة، يعني مثلا 65% 70% 50%، بس صار لها سنين. أحسنت. تتحلحل بعض المشاكل اللي موجودة متعلقة مثلا مع صاحب الشركة، مطلوب المال، بعض الأمور متوقفة الروتينية في وزارة التخطيط في وزارة الفلان، هذه تعالج بصورة سريعة جدا. فعندما تعالج هو أنت إذا ما نهيت على البيروقراطية والروتين وشيء من الرقابة والمتابعة، تعرف يحتاج نزاهة بالموضوع، متابعة عدم تلكو، بالتأكيد المشروع راح يصير بوتيرة متسارعة. والآن تعرف شركات تتنافس بل تتصارع حتى تنجز بصورة ليس على حساب الكواليتي، صورة جيدة وصورة سريعة حتى تسجل لدى الحكومة العراقية أنه أنا اعطيني بعد مشاريع بالقائمه البيضاء. بالقائمه البيضاء. اما اللي يتلكى هذا بعد صح بلاك ليست، ياخذ راحته على قولته. بس هذا بحزم لو ما شفنا شركات ما جاءت هذه التنفيذات الامور التنفيذيه. تعرف انتم فضائيه ومتابعين اعلام، رئيس الوزراء حريص على ان يزور المشاريع اثناء العمل صحيح، ويتحدث مع المسؤولين ويشوفهم. اضافه الى ذلك الفريق، فريق رئيس وزراء اللي هو مواصل ليل بالنهار ويروح بسيارات مدنية ويوقف خلال ناس مدنيين، يعني ما يكشف عن حاله بس يتابع حتى ينطي تقرير عن المنجز. احنا في بعض الأحيان
الايام اللي مضت كانت امطار وبعض المشاريع يعملون عمال جزاهم الله خير، والله شيء يفرح ويثلج القلوب. وكل هذا احنا مرات نقول راضين عن نفسنا، نقول لا مو راضين عن نفسنا، احنا متاخرين، نحن بحاجه الى رجالات، بحاجه الى يعني تكاتف. يوم المواطن العراقي هو يبني بلده، لان العراقي اذا ما يطلع للخارج يرجع يقول الله والله ايش قد حلوه هاي المدينه او ايش قد حلو هذا البلد، منو بنى هذا البلد؟ اكيد غير هو المواطن نفسه، ابناء البلد نفسه، ابناء البلد. فاذا احنا مو حريصين، اضافه الى ذلك بعض يعني مو ماكو هم ما شافوا اكو بارقه امل بصراحه، ما شافوا هناك حكومات قدمت فعلا خدمات، فبالتالي يقول لك اني وش اسوي نفس الحاله وش راح يسوي لنا؟ ما راح يسوي لنا شيء. والله يا اخي انا قبل يومين ثلاثه طلعت على مناطق يعني نائيه واطراف، فرحت شفت تبليط وشفت مقرنص وشفت رصيف وشفت مجاري، وهن يعني مناطق بعيده يعني. صحيح. مو بعض الاحيان يقولوا انتم مهتمين فقط في بغداد، لا مو مهتمين فقط في بغداد. والله يا اخي احنا من نروح نزور المناطق ما نروح نزورها بعين السائح وندور وين مناطق سياحية، ونروح وين ما اكو منطقه يعني تعبانه وما نكبر نروح نطب ونشوف شنو الاحتياجات. زرت النهروان صد عندنا؟ والله النهروان بعدنا ما زايلينها بصراحه. اتمنى الزور احكي لك اياها، بس انا نقلوني صوره عن مدارسها. اي ومشروع الماء اللي موجود بيها. صحيح اكو مشروع الماء. اي ان شاء الله في قائمه الزيارات، تعرف قلت لك احنا نراهن على الوقت. اي ما نقدر نصير اكثر من اكثر التشعب بالعمل. صحيح. صعب. فان شاء الله نزور النهروان وعندنا اصدقاء هناك موجودين. انا بصراحه استاذ عدنان زرت هذه المنطقه، شاهد عيان عليها. من المناطق المنسيه للامانه، يعني تكرم المجاري بالبيبان، يعني هذا الخارجي مجاري المياه الاسنه. اطفال شو هالجمال كذا، وتشوفه يعني ملابسه رثه. منطقه محتاجه الى عمل، مع المشاعر الرئيس مبلط. بس المشكله طبعا البيوتات يعني الله يسعدهم بالمطر، شلون يكون حالهم المطر راحت يعني. اللي تفضلت به صحيح، احنا من صراحه من خلالك اليوم انا كانت عندي طلعه وزرت بعض المناطق، يعني ما توفر له تبليط، ما توفر له مجاري، ما توفر له مقرنص، ما توفر له رصيف، يطلع مظاهرات ويتحدث. احسنت والله صحيح. زين اذا وفرت له كل ذني وبابا ما يلفه، هذا شو تسوي له؟ أنا إذا أخليها، أنت تفضلت بشيء كلش مهم، أن نصنع ثقافة. أنا إذا أجيب له سلة مهملات ببابه وتجي سيارة الأمانة يوميا تاخذ النفايات، هل من المعقول يرمي ببابه؟ بالتأكيد لا، لا لا مو يجي له ولا أربع أيام. لا لا هو احنا شنو اللي صار هسه اللي موجود؟ ايه ترى قيمة 5000 دينار بالشهر ما لها قيمة. ايه فعلا. ويجي هذا أبو عامل النظافة ومشغل هاي الأغنية الحلوة يا عامل النظافة. ايه اهليه لحكوميه هم صار الظاهر بيناتهم اتفاق اكو اهليات انه يشغلوها. ايه وياخذ 5000 من كل دار، يعني كل شهر كل شهر. ايه اي كل شهر 5000. ايه يعني من المعقول انه مواطن 5000 ما يقدر ينطي على مود يرمي النفايات عند هو حساب ابو البلديه بيناتنا ابو السياره الكابسه. ايه يومي يجي كل اربع ايام، حتى ما اكذب. ايه مرات يجي يوميا ومرات كل اربع ايام. ايه تعطيها لف ويذبها اوتوماتيك. انت لو تحسب بالشهر ولا الف انت لا ماكو كرامية، اذا ما كرامية قبل باب ابدا ابدا. 5000 دينار ياخذون كل شهر و... لا تحكي الحكومه مو الاهلي بالتالي. فاحنا يحتاج اكو ثقافه. ثقافه انا همي انا اريد استثمر الوقت واتحدث عن مبادرات الفريق، لان انت سالتني وارجع الى موضوع الفريق اذا عندي وقت. اذا عندي وقت اذا ممكن سيد المخرج خمس دقائق يسمح لنا. خمس دقائق يلا ان شاء الله. كذلك الحمد لله ارتئينا انه جزاهم الله خير وزاره الداخليه في موضوع البطاقه، بطاقه الدفع الالكتروني. وصلوا تقريبا ذاك اليوم بالمؤتمر اللي اعلنوا عليه في فندق الرشيد اكثر او قرابه 37 مليون بطاقه وطنيه موزعه. صح. وبالتعاون مع الاخوه في وزاره العمل شاهدنا بعض العوائل المتعففه اللي مشمولين بالرعايه، هم عندهم ما زال عندهم الجنسيه. صحيح. بسبب تعرف عوائل يعني اعدادها كبيره و6000 تاثر عليه. فشكلنا فريق سميناه هويه وطن وشملنا كوجبه اولى مليون مواطن عراقي باصدار بطاقه مجانيه بامر دوله رئيس الوزراء.
لهؤلاء المواطنين، والحمد لله أنا الآن وصلنا إلى أعداد كبيرة في إصدار هذه الهوية، هذه من المبادرات ومستمرة وموجودة الآن. شلون آلية العمل؟ بالتعاون مع وزارة العمل، هم يحددون القوائم والأسماء ويتصلون بهم ويجون إلى المكانات المحددة كل من حسب مسقط رأسه. والمبادرة الأخيرة اللي إن شاء الله سترى النور قريبا، اللي هي مدارس الفرح، اللي إن شاء الله راح تكون في بغداد والمحافظات، اللي هي خاصة في الأيتام. أحسنتم، هذا مشروع مهم فعلا، هذا مشروع مهم. وستكون مدارس نموذجية، يعني هي حكومية؟ نعم، لكن ما يميزها بينها الأيتام، الأيتام فقط، تكون نموذجية، بها وسائط نقل، بها أمور كثيرة. أنا ما أرد يعني نستبق الأحداث، نستبق الأحداث، خلي يكتمل المشروع إن شاء الله يعلن عنه الفريق بإذن الله. ممتاز، يعني بصراحة أنا أشوف، قلت لك الوقت ما يكفي. يلا جدد اللقاء إن شاء الله. أستاذ عدنان، أكيد يعني إحنا أمنيتنا إحنا كإعلام بصراحة، كان برنامج، من كان برنامج المعقب إلى الآن برنامج بخدمتكم، ولو أنتم الحكومة أخذتوا بخدمتكم برنامج على صار له 7 سنوات، المهم بيه خدمة. أن ننهي حتى هيك برامج خدمية أمانة، يعني هذا أملي، يعني أملي كبير أن يكون تجي حكومة تقدم خدمات وبعد ما تصير مشاكل. يعني إذا أنتم عندكم هيك فريق وعلى التواصل الاجتماعي وتاخذون مشاكل وتحلون مشاكل، بعد ما حاجه يجي بالتلفزيون يخابرني والله انا عندي مشكله، اكو عندهم اتصال خلال 24 ساعه تنجز المعامله، هذا يا بخت والله. يا بخت هلا. لا، في بعض الاحيان صدقني ما تتجاوز الساعه او الساعتين تنحل المشكله. ممتاز. يقول لي انا اليوم جاي يم جنابك، وممكن هذه الورقه ما شايفها انت رايحه بالبريد كذا، قلنا لك هاي الورقه وانا بس تسحب توقع عليها انتهت المشكله. فهذه الصيغة وجدتوا وياها أشواط، يعني كثير من الأمور وجدناها بصراحة، حتى هو المسؤول نفسه يتفاجئ إنه هو ليش هاي ما مر علي. يعني واحدة من الأمور مثلاً في بداية عملنا، جزاه الله خير أستاذ ماهر أبو التقاعد، مدير التقاعد، أحد الإخوان عن طريق يمكن تعرفه أخونا سيد محمود الهاشمي، قال هذا عنده تقاعد وصار 3 سنوات ما طالعت للهوية، 3 سنوات ما جايه، ما واصله، ما رايحه. وديناها الاستاذ ماهر، قلنا له تابع هذا الموضوع، ماكو 3 ايام استلم الهويه ما. لا لا اله الا الله. 3 سنوات وين؟ 3 ايام. لا لا اله الله. نلقى من هذه تعرف اساس برنامج المعقب كان شنو؟ شنو الفكره شلون اجت؟ والله وذاتك. اخوي عنده مشكله بالبلديه ويا يروح شهر كامل شلوا حاله. بالصدفة قال لي ما تروح وياه، قلت يا ابا استحي اروح كذا. قال عاد بس كنت اشوفك اعلامي المدير يشوفك، قلت له امشي اروح حتى الكليه امشي وياي، اخذته طبيت على اهلا استاذ ماهر، امانه اكو بس محترمين يحترم ويقيم وكذا. قلت له هاي معاملة اخوي صار لي شهر، يعني معقوله ما عنده مثل حل؟ قال له شنو بالله جيبوا لي الملف، جابوا الملف الاصلي سطر. ضحك، قال لي ايش صار لك؟ قال لي شهر. قال هذا كامله هاي عيني، تعال روح. هي لا اخفى عليك دكتور، تارة يعني بعض الامور مو عن قصد تتاخر، بعض الامور عن قصد كفساد. بصراحه احكي لك اياها من خلال تلفزيون، يعني شاشتكم المبارك، اللي نلقى هذا يعني اللي المعامله متعطله عن قصد مو يعاقب، بعد اللي هو شو مثل ما يقول السياق ياخذ مجراه. ولو ما بها يعني عين حمراء ما نترهم بالاداريات. لا احنا كفانا بعد. اي مو؟ كفانا. لان هذا الفساد يكبر ويكبر يصير لا سامح يعني والعياذ بالله سرطان بجسد الحكومه، ما ممكن ان تنهي. بحاجه الى تضافر جهود. احسنت. بحاجه الى طبعا شكرا جزيلا الى هذا البرنامج الرائع. نعم، خدمتكم. وتحياتنا الى سيد مدير القناه السيد زين العابدين. الله يسلمك ويسلمك. ونتمنى لكم موفقيه وان شاء الله تواكبونا في احنا بخدمتكم. حملاتنا. احنا بخدمتك. الله يحفظك استاذ عدنان. بس هي وصيه اتمنى ان تصل الى دوله رئيس الوزراء للاخوه القائمين عندكم في التواصل. الاخوه في الوزارات كوزير مدير عام، خلي يتعاونون ويا الفضائيات، وخاصه الفضائيات اللي هي داعمة لكل عمل يقدم خدمه للانسان. يعني بصراحه انا اجد في هذه الفتره الاخوه المتحدثين الرسميين على الخصوص والاخوه مدراء الاعلام يعني متعاونين جدا مع الفضائيات، لكن هنالك بعض يعني الضغوط او بعض يعني تعرف المتحدث الرسمي
مو فقط المتحدث الرسمي، عندنا مدراء دوائر خدميه كذا، ماكو تعاون ترى. لا لا، بعض الدوائر الخدميه بعض الدوائر الخدميه، شوف احنا مو كل واحد يقدر يصرح. بالتاكيد بعض الامور خاصه بصراحه. اي والمخرج ياشر لك. اي ياشر لك، خلص وتجاوزنا وقت المسار. استاذ عدنان العربي نائب رئيس فريق التواصل الالكتروني الحكومي، شكرا من القلب لحضورك ويانا، وان شاء الله نتمنى لكم التقدم ونحن نعاون لكم ان شاء الله. الله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وانا مؤدي ومقدم البرنامج حازم الحربي، التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء. في امان الله. Thank you.